بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة. إن شاء الله هنكمل الكورس بتاعنا السويل ميكانيكس، والنهاردة هنكمل الشابتر 1 اللي هو الانترودكشن. أما النهاردة فده البارت 2، عبارة عن وصف للكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا دوت عبارة عن إيه؟ بنقول الديسكريبشن of the course: This course includes revision، يعني هيبقى فيه جزء مراجعة على ال principle of soil properties and hydraulical أو hydraulics properties of soil. يعني هنراجع المبادئ بتاعت خواص التربة والخواص الهيدروليكية للتربة. بالإضافة بقى هنبتدي ندرس ال stresses on soil، هو ده الحاجات الأساسية في soil mechanics. الشير strengths اللي هي مقاومة القص بتاعت السويل، الكونسوليديشن التصلب والهبوط، طبعا دي من المواضيع المهمة جدا في السويل ميكانيكس، بالإضافة للاستابيليتي اوف سلوبس او ثبات الميول والايرث بريشر. ده وصف الكورس بتاعنا. طيب ايه هي اهداف الكورس بتاعنا؟ يعني انت بعد ما هتخلص الكورس بتاعك دوت هتطلع بايه؟ هتطلع بالاتي: اول حاجة understanding of physical properties of soil، يعني لازم تبقى فاهم يعني ايه الخواص الفيزيائية للسويل. knowing hydraulic properties of soil، لازم برضك تعرف ايه هي الخواص الهيدروليكية وايه علاقة الهيدروليك بالسويل. ودي بقى المهمة، النقطة الثالثة ديت اللي هي understanding mechanics properties of soil او الخواص الميكانيكية للايه؟ للسويل. وبعدين how to get hydraulic والميكانيك properties، يعني انت ازاي تجيب الخواص بتاعت التربة الهيدروليكية والميكانيكية للسويل في اللابوراتوري، يعني في المعمل هتجيبها ازاي. بالاضافة understanding earth pressure series، ايه هي نظريات الضغط الجانبي للسويل. وفي الاخر خالص how to check stability of soil. يبقى دي الاهداف بتاعتنا اللي مفروض هنطلع منها من الكورس بتاعنا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.